برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث نهار السبت 9 صفات فبراير 2013. بسعدني رحب بضيفنا بالاستوديو النائب السابق دكتور مسعود الحجيري. صباح الخير. وجه آخر للحجيريين ببرنامجنا، يعني للأسف هو التعميم لا يجوز، لكن ما جرى في أرساله ربما لأن المتحدثين أو أغلب المتحدثين من آل الحجيري عم بيكونوا من جهة واحدة أو عم بيكون عندهم طابع سياسي وتطرفي معين، فأردنا أن نظهر وجها آخر لفترة طويلة بالبرلمان اللبناني. منك بدنا نسمع فعلا شو صاير بعرسال اليوم، ليش هيك تحولت هذه البلدة من بلدة معتدلة إلى بلدة البعض يوصمها بأنها تضم ما الذي جرى في هذا النهار المظلم، الجريمة بحق الجيش اللبناني، وهل أنتم أبناء عرسال مستعدون فعلا لتسليم المطلوبين كما يقال، أو أنه المطلوبين حتى بطلوا عندكم بالبلدة وهربوا بالجود؟ إضافة بداية أن أنتقل إليك. قبل ما نبدأ معك بدك تعذرني ننتقل لزميلتي كلارا جحا وموجز أهم الأخبار. صار فعلا يعني نهار الجريمة كثير روايات، لكن فعلا شو اللي صار؟ أنا الحقيقة يعني أول شيء عم بقول سيارة مدنية، كيف تحولت بعدين المدنية اللي أخذته لخالد حمايد إلى سيارة عسكرية؟ يعني اليوم سمعنا سيرته القضائية لخالد حميد والمطلوب، يعني قديش هو مطلوب من القضاء اللبناني بأي تهم، وتهم كبيرة ما لنا تهم صغيرة وما لنا قضايا مغمورة. الناس يعني ما شو بيعرفنا؟ ما حد رجل متدين بيطور حدا يوصل له، ما سمعته رصاص، ما سمعته رصاص ضيعة، بعيد عن شاف شو فيه، ما حدا عارف. أنا بستبعد يعني هي ويونين لبنان الحدود المشتركة بين عرسال والمناطق الجدي إلى يعني متهمة. اليوم فكرة الجريمة الجماعية للأسف عم تتعمم بلبنان، للأسف عم بيصير في مشهد إنه كل الناس بتنكل بالجتات من دون ما تكون ربما عارفة، أو يعني كل الناس عم تشارك بجريمة. ليش هالقد في احتقار على الجيش اللبناني بعرسال؟ هون وصلوا كانوا ثقيل بالجتات. انا شخصيا انا لسن بستنى يعني اليوم كل الناس بتخبي روايات، بس فعلا ما في روايه رسميه واضحه. كيف يعني ببساطه؟ ما بلغتوا حدا، ما امنت، خصوصا اذا عم نحكي بعقلاء لازم انه يضبط الجو، مش يصير يعني اليوم يستعرض باحد المصابين من الجيش اللبناني بقلب الضيعه، البعض يقول والله انا مجددا ونتابع حوارنا مع النائب السابق دكتور مسعود الحجيري، والبعض يقول بأنه فعلا بدأ التحضير له، هو أمن ذاتي لمنطقة عرسال. هل فعلا وصل العرساليون لمرحلة إقامة أمن ذاتي في بلدتهم؟